بس مو معناها انه ما يحطون لا ضوء ولا شيء. شفت الحسام الرسام. بسم الله. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. مرحبا يا رب، ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حزرونا وين رايحين، هو حديقه بس يا مكان بالضبط. وقفوا الفيديو وكتبوا لي بالكومنتس تحت. طبعا هاي مستشفى اموت اموت عليها، هاي مره ثانيه اني اصورها مثلها، بس هاي يمكن عسكريه مو عسكريه 400 سيره، بس يقال الله اعلم انه هي من فوق على كلمه الله، يعني شو مستشفى رشيد عسكري. هذا يسموه ضياع نسوء، يطلع منه. عندك هذا داخل وخارج، هذا كذا مريم صغير. احنا ما حندخل على الزوار بالباب الرئيسي، ندخل بالباب الثاني شوي اخف بالكتاب. هل كنا مقررين الزورات؟ كنا مقررين ابو نواس؟ مو باي حديقه؟ كل شيء ما في، اي حديقه يريدون، اي يعني لا العاب لا شيء. هذا فندق رشيد، فندق رشيد بس العسكري. اسم كيرلي يعني، لانه ما احب استطلت شوية مليت منه، فكنت حابة اسوي شعر كيرلي. فشو رأيكم بي؟ قولوا تلاحظون مرات يمكن انه بحس انه وجهي مرة، السبب انه سويت سني، ولكن ان شاء الله حينزل لكم هذا الفيديو قبل او بعد، بس ما اعرف. المهم انه وجهي مرة so سناني يمكن ممكن مرة. اهم شيء اذا انت اول مره تشوفون القناه، don't forget to subscribe to the channel and if you like the video don't forget to put a like for it. شلونكم يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. بهذا الفيديو يا رب ان شاء الله حتكون سفره استرخاء، اقدر باي مكان اروح سواء كان مول او ممكن اسافر، بس انا انه وقت قليل فحبيت انه يكون المكان قريب على البيت، وبنفس الوقت you know انه حدائق تكون حديقه، يعني ما رايده لا هوسه، هذا بس استرخاء يعني، بلا تكاليف ولا شيء قوي يعني. Thank you.
طبعا هاي مو انا طابختها بس اسم يعني. كلش احب الدومة. تحبوها بالباجلة تحبوها اكثر شيء بالحمص. احس شفت الحسام والرسام. بعدين هذا بس باعه. خلت تنزل الكاميرا هيجي. بسم الله. هاي نصو. هاي عشتيلي والله. ولا شفني اول مره راح اشوف الفيديوهات السابقه يعني ويعرف ذلك اي نصائح تخص الطلاب موجوده بالفيديوهات السابقه. نظيف وراكم صراحة يعني هذا الشيء أتمناه من كل أحد. يعني هذا الكينس ممكن يكون معدنا وكذلك هذا الكينس. أوكي فضي يخلون أضوية. يعني مثلا هسه هذا قفص مانكي. صحيح ممكن حيوانات تنام بهش وقت أول ما تشوف خيط ظلام يعني. بس مو معناه إنه ما يحطون لا ضوء ولا شيء. هي كنظافة تمام. يعني نظيفة حاليا. سابقا جينا قبل سنين كلش ريحة وتنطاط وبساخة. بس حاليا كنظافة تمام كريحة ماكو. بس أنا أقول لكم كأضوية. My best friend. Thank you.
derdimin üstüne derdi getirme. Ne olur otur derdimi dinle. Ben bir ömür yaşarım seninle. Kurban olam soruk olma benle. Derdimin üstüne derdi getirme. طبعا موجودة نفسها بأربيل، ففكرة كملوها ما أعرف، كلش حلوات يعني.